شيفر سانتي. شيفر سانتي قدموا لكم آخر الأرقام الرسمية التونسية منذ بداية 2021. 980 قتيل و 6565 جريح جراء حوادث الطرقات، وين يسجل مرصد الوطني للسلامة المرورية بوزارة الداخلية منذ 1 جانفي في 2021 حتى 24 ديسمبر 980 قتيل و 6565 جريح، وذلك جراء 4835 حادث. هذا اللي كان أكدوا المرصد الوطني للسلامة المرورية، وأنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث مقارنة بسنة 2020 اللي شهدت 4690 حادث، وارتفاع أيضا في عدد القتلى 913، مبارزا في المقابل تسجيل انخفاض طفيف في عدد الجرحى، وين بلغ عددهم لسنة 2021 6042 جريح. وتصدرت ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد الحوادث ب 818 حادث، وفي عدد القتلى ب 123 قتيل، وفي عدد الجرحى أيضا ب 1048 جريح. تليها ولاية نابل 636 جريح 67 قتيل جراء 465 حادث، ثم ولاية بن عروس ب 355 حادث، ثم ولاية صفاقس احتلت المرتبة الثانية في عدد القتلى ب 94 قتيل من بين 233 حادث. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم. شيفر سانتي.